مساء الخير على مشاهدينا بكل مكان. حلقة جديدة من عربود مليئة بالتقارير واللقاءات الحصرية مع أهم نجوم الفن بالعالم العربي، ولكن خلونا نبلش مع عناوين الأخبار كالعادة. الليلة بعربود عودة نجوم الزمن الجميل بالسعودية، وبيني وبينك كانوا محظوظين، أعمال كلمات وألحان كانت حلوة مرة مرة. النجوم يتذكرون داليدا بالإيمي أوردز. رنا رئيس وميرنا نور الدين تتنافسان على علي ربيع في بعد الشر. كان من احلى الحاجات، كانوا لذاذ قوي قوي قوي، وحقيقه انا مبسوطه جدا بالتجربه دي، ويا رب ان شاء الله الفيلم يبقى خفيف على قلب الناس. هيك كانت كواليس اسماء جلال وعلي قاسم في الهرشه السبعه. انا وعلي طريقتنا شبه بعض في المذاكره، يعني قبل المشهد هو علي ليه كده مود معين بيحط سماعات في ودانه. رمضان 2023 يفتح الابواب للمواهب الشابه. ما كانش في داعمين قوي ليا، لان هم ما كانوش لسه حد شافني او حد فهم انا ليه عايز امثل. ويكز من الغناء بشوارع الإسكندرية إلى أهم المسارح. حمادة هلال يتخلص من الشيخ صابر على طريقته الخاصة. أنا أكتر واحد بيكره حاجة اسمها أجازة، أنا بحبش الأجازات، أنا بحب أفضل طول الوقت شغال. جورج خباز يدعونا إلى جولة بالبترون. فهذا التنوع هذا بيطول لك حي عمرك الفني. داليدا كانت ثيم حفل الأمي جالا هالعام اللي كرم أمس بدبي عدد كبير من المشاهير بكل مجالات الترفيه، وشهد حضور عدد كبير من نجوم العالم. بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي ومشاهير الموضة والأزياء، انطلقت الدورة الثالثة من حفل أمي جالا فاشن أوردز بدبي. سنة عنا شغلة كتير مميزة، كمان عنا تعاوننا مع المواهب يلي بالفعل هن ذوي احتياجات خاصة. نحن عنا بروجرام اسمه Together for a Better Tomorrow، بيرافق كل مهرجاناتنا كان بياف أو ضيافة أو الأمي جالا. دعانا الدكتور ميشيل فحبينا أنه نلبي الدعوة، خاصة أنه هالمرة تكريم لداليدا، فأنا من عشاق داليدا، وسأب أنه اليوم تكريم أيضاً المصمم العالمي توني برد اللي أنا رح أكرمه وهو صديق عزيز وغالي، فحبيت أيضاً أني أنا نكون موجود ونشارك بهالتظاهرة الفنية. أنا حاسة أن أنا بتكرم في بلدي حقيقي. أشكر الدكتور ميشيل على هذه الفرصة الحلوة والتكريم الحلو. وشهد الحفل عدد من التكريمات، من بين حصول النجمة اللبنانية نوال الزغبي على فاشن آيكون أوورد بفضل إطلالتها. أنا خلقت ببيت في ذوق كتير، وكل الناس مثلا بس يكون في أعياد أو شيء ينطرونا لحتى يشوفوا نوال وأخواتها شو لابسين. وتم إهداء هالدورة للفنانة العالمية الراحلة وأيقونة الموضة داليدا، معروفة بأنها ملهمة لدور الأزياء العالمية. كل سنة نحن بنختار شخصية راحلة أيقونة. داليدا السنة حبينا لأنه عيد التسعين، حبينا نضوي على هالممثلة الراحلة اللي أنهت حياتها بإيدها. It's a legend and deserves to be you know recognized. She's a legend، وشخص عطانا ك women من العالم العربي، عطتنا ثقة بحالنا، عطتنا hope كمان. بعدنا ما تخلصنا من جرعة الرعب اللي قدم لنا إياها مسلسل المداح أسطورة العشق على مدار أيام شهر رمضان المبارك، والهيئة أنه الأمر كذلك بالنسبة لأبطاله ما عدا حمادة هلال اللي تخلص من شخصية الشيخ صابر على طريقته الخاصة. سبونج بوب كانت غنوة مرة واحدة صعبة، لكن إن شاء الله في سينما قريبا ممكن يبقى في عمل اجتماعي كوميدي أكشن. وهيك بيكون كشف لنا الفنان حمادة هلال عن مشاريعه بالفترة الجاية، خاصة وأنه دايما بيكون شعلة نشاط
وبحب التواجد دايما على الساحة الفنية. أنا أكتر واحد بيكره حاجة اسمها أجازة، أنا بحبش الأجازات، أنا بحب أفضل طول الوقت شغال، أفضل طول الوقت حتى لو خدت الأجازة وسافرت وعملت تلاقي مخي ما بيفصلش خالص، شغال يعني. حلم عمر ده عايز يبقى متفرغ له تماما، لأن تحضيراته صعبة، تحضيراته اللي أنا أكون في الجيم وفي في كل الأماكن اللي معطل. أنا دخلت المداح جزء تاني وبعد كده دخلت المداح جزء تالت. بلغ هند واللي مسلطينك، ابني لو جرى له حاجة أحرقكوا كلكوا. وأنت مستني عشان تحرق؟ أنت ضعيف يا صابر من غيرك. أنا قوي بربنا سبحانه وتعالى. ما فينا نلتقي بحمادة هلال وباقي صناع مسلسل المداح أسطورة العشق من دون ما نحكي عن النجاح الكبير يلي حققه المسلسل خلال السباق الرمضاني. كل الناس بتحب بعضيها، ومن الفريق الإنتاج لفريق الإخراج لفريق التأليف. حمادة هلال في الكواليس قال جملة خليتني نص ساعة وأضحك، احنا بقالنا 3 سنين بنمثل مع بعض، فاحنا أقرب من الإخوات، احنا بينا عيلة. أحلى حاجة إن من أول حلقة والناس اتشدت جدا للمسلسل، ودي بالنسبة لي كانت فرحة، لأن أنا كنت قلقانة وفرحانة بالجزء الجديد لأنه مختلف، والشخصية كانت رايحة برضه في سكة مختلفة، فكان متشجع، كنت متشجعة جدا. ابني فين يا خالد؟ ابني راح فين؟ ابني فين؟ والله مبسوط برد الفعل ومبسوط باللي حاصل. ايمن في الشارع عامل جو جميل يعني، الحمد لله رب العالمين. والنجاح ده من عند ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، اللي احنا متصدرين، المسلسل متصدر في حته كويسه الحمد لله رب العالمين. الحكايات اللي احنا بنحكيها دي ما فيهاش اي مشاكل خالص، بالعكس احنا بنحاول نبني حكايه اسطوره فيها مسج. ممكن الناس تبقى ما عندهاش معلومات عن الحاجات دي، بتبقى برضو في نفس الوقت ليها ايه الطريقه اللي انت تحصن نفسك وتعالج نفسك وتبعد عن اي حاجه تاذيك يعني. ومثل ما ذكر الفنان حماده هلال انه المسلسل بيعلمنا كيف نحصن نفسنا من الجن، ولكن من الواضح انه الفنانه لوسي يلي جسدت شخصيه هند بنت الاحمر ملكه الجن كان عندها راي تاني. زي اللي انا بلعبها عامله شغل معايا بجد. الرموش اللي انا كنت مركبها طويله كده فبقت تعمل كده بالهواء، هما مقفلين، انا فتحت كده بس لقيت الهوا بيعمل كده. يا لوسي انت اوفر قوي، في تهيؤات جواك وفي خيالات شغاله، ما هو الشيطان ده فكره بيديك الفكره فبتبدا تعيش حياتك. خليك معانا هتكسب صدقني، هم الاضعف وانت جربت قبل كده. بس يا ترى باقي صناع العمل تأثروا بالحقيقة بشخصياتهم بالمسلسل؟ لا غصب عني بتأثر جامد. لما بروح ببقى عارفة اللي هو متنحة شوية، ببقى ساعات مثلا أقل حاجة ممكن تضايقني أقعد أعيط. لما حطيت نفسي مكان رحاب وابنها اتخطف بجد، لا ده صعب قوي على أي أم. عملت إيه؟ واحدة ابنها ضايع منها، مفروض إنها تعمل إيه؟ مش هتعرف تلاقيه بالطريقة دي، خلاص هتقول أنت. لسه في عمرة وانا بسعى في الصفا والمروه، مخرج تونسي اول ما شافني واحنا بنهرول في الصفا والمروه بص لي وقال لي اعوذ بالله. انا قعدت اضحك يعني، فصلني قلت له ليه بتقول لي كده، وقعدت اضحك. قال لي انا كنت انا صدقتك ان انت جن، فانا تمام. مش كل حاجه نفسنا فيها انها تتحقق تتحقق يا عيشة، افرحي باللي اتحقق. حصل معايا حاجه وانا بصور انا وحماده هلال، حسينا ان في صوت حاجه حوالينا، كل الكرو خافوا فعلا، خوفنا دخلنا في حته كده اللي احنا كلنا فعلا خايفين، خوفنا ان نتلبس ده بجد مش هزار. خايف تقول لها ليه يا صاحبي؟ بعدنا مكفيين حكي عن الموسم الرمضاني، ومثل ما بتعرفوا دايما انه عرب وود بيهتم بتسليط الضوء على المواهب الشابه، ورح نعرفكن هلأ على بعض الوجوه اللي برزت بدراما رمضان هيدا العام. شفنا في رمضان 2023 وجوه شابة برزت من خلال المسلسلات وحبيناها، علشان كده حبينا نعرف أكتر عن بدايتهم. وأولاً تعرفنا على لينا صوفيا اللي جاءت بموهبتها من تونس إلى مصر. أنا كنت ساكنة في تونس لمدة 3 سنين أو 4 لشغل بابايا، أنا مش تونسية بس كان لشغل بابايا، وفي يعني حد شافني في الشارع لإعلان، فالتمثيل اختارني مش أنا اللي اخترت التمثيل. ايه كمان عايزين تعملوا فينا ايه كمان؟ شخصيه فريده انا كنت خايفه منها شويه عشان هي بنت امريكانيه، وكنت عايزه ازود اكسنت ليها،
ده حاجه انا زودتها كده بنفسي اوكي. فكنت ما كنتش عايزه اوفر ولا اعمله قليل قوي يعني ان هو ما يبانش. فدي يعني واحده من التحديات. وكمان ان هي مقفله، انا مش بنت مقفله خالص، فكان لازم اتعلم يعني بنت مقفله وخجوله وما بتكلمش قوي وعندها يعني مشاكل، يعني هي مش عارفه نفسها، هي مش عارفه مكانتها، هي مش عارفه هي مين، يعني لسه ما اكتشفتش نفسها. من الوجوه الشابة المميزة في مسلسل كامل العدد عمرو جمال، واللي لفت الأنظار بدور خالد. والمميز ان عمرو بدأ حبه للتمثيل منذ الصغر، ولما كبر اخد ورش تمثيل كتير وشارك في اعمال مميزة زي سوتس بالعربي ومين قال وريفو، ودلوقتي هو بيمثل وكمان بيدرب التمثيل. العدد مبسوط بيها جدا، علشان زي ما انت بتقول كده انا قبليها كنت في ريفو وسوتس ومين قال وبعديهم وعد ابليس، فكانت كلها تجارب مختلفة قوي عن العالم بتاع كامل العدد يعني، فكنت محتاج قوي اعمل نوع ادوار مختلف شويه. خالد شخص ما عملتوش كتير، اللي هو يعني بيحب، هو الشخص الاضعف في العلاقه، يعني ايموشنال وفي نفس الوقت عملي، فتركيبه كده ما عملتهاش قبل كده، فعشان كده كنت متحمس قوي اني اعملها، وفي نفس الوقت كنت متحمس اني اشتغل في حاجه لايت يعني المسلسل. اتكلم معاك ازاي؟ عادي بتكلم معاك زي ما بتكلم مع كل الناس. شفنا موهبة عمرو محمود ياسين من خلال أكتر من عمل، أبرزهم الفتوة، والسنة دي في الكتيبة 101. طبعاً بسطت جداً لما جالي الشخصية، هي مكتوبة كمان على الورق حلو قوي، فكنت متحمس جداً أن أنا أعمله. يعني أنا عن نفسي حبيت شخصية أحمد عزمة، حبيت بطولته، وحبيت أنه شاب يبان لك أنه زيه زينا عادي، ولكن هو مختلف تماماً عننا. يعني مش اي حد يقدر يمر باللي هو مر بيه وينزل مداهمة تانية ويقف يدافع لغاية اخر نفس ليه. واللي مش كتير عارفينه ان على عكس ما الناس بتفكر، فدخوله التمثيل ما كانش سهل ابدا. وانا صغير عايز امثل، يعني انا كان طول عمري يعني بحب الكرة والتمثيل وعايز اعمل حاجة فيهم، لدرجة وانا صغير كنت اقول لوالدي يعني انا هلعب كرة لحد 34 سنة وبعدين اعتزل وابتدي امثل. يعني كان نفسي في كارير احمد صلاح حسني كده يبقى ده الكارير بتاعي، لكن طبعا كان بيقول لي بيفهمني ده مش سهل زي ما انا متخيل. يعني الاول ما كانش فيه داعمين قوي ليا، لان هم ما كانوش لسه حد شافني او حد فهم انا ليه عايز امثل. فابتديت انا وانا عاذر ده انا فاهم هم ليه، يعني انا شافوني فين، ما عندهمش الدليل ان انا بعرف امثل. فكنت ببتدي بعمل بصور مشاهد وشات كتيره، بقعد بالساعات في الاوضه بصور مشهد مثلا واعمل 3 4 شخصيات في المشهد واوريه لابويا، لان كان يهمني جدا ان ابويا يكون عنده اقل حاجه الواحد يحتاجها ان ثقه ابوه وامه فيه يعني. فكان يهمني ده جدا، والحمد لله كانوا هم اول الداعمين ليا وبشكرهم جدا يعني على ده. أحمد عبدالله من الشخصيات اللي لفتت انتباهنا في رمضان السنة دي بشخصية كارم في مسلسل جعفر العمدة، علشان كده كان لازم نتعرف عليه، خصوصا بعد ما عرفنا إنه دكتور مش ممثل بس. بمثل بقالي 9 سنين تقريبا، فبالتالي المرضى بتوعي كلهم هم عارفين ان انا ممثل، فبالعكس ده بيتابعوا الحلقات وبيتابعوا الحاجات دي. هو كارم شخصية اتجسدت ملهاش علاقة بالطبيب، احنا يعني الممثل بيقدر يجسد اي شخصية، بيدرس ابعادها وبيدرس كل امورها وبيمثلها، فيمكن كمان احيانا بتكون عندك قدرة اكتر على التجسيد. لما بتكون طبيب بيكون اكتر عندك في بعض الفنيات كده، فبتبقى اكتر يعني قادر اكتر على التجسيد والحفظ. ايش بص ايد ورجل ايه يا ست اسرائيل؟ يلا ما يصحش. اشادات واسعة حصدها المؤلف احمد عبد الوهاب بعد مشاركته في مسلسل الف حمد لله على السلامة، وحبه للتأليف انتقل الى التمثيل بسبب بطلة العمل يسرى. دي حاجة هايلة، دي حاجة الحمد لله انا عملتها، وكان نفسي ابقى عاملها من زمان ونفسي اعملها كل سنة. قلت لها يا شخصيا عارف انا نفسي امثل مع حضرتك من امتى، من مسلسل اين قلبي، فحاجه تجربه كويسه جدا وكنت مستنيها يعني الحمد لله انها حصل. هو في خطر كده على اولادي؟ لا 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 خالص، مش عايز حضرتك تقلقي خالص، هو انا هتابع مثلا الموضوع بنفسي، ولو في اي حاجه هبلغ حضرتك. نجوم الخليج بيجتمعوا بالسعوديه، علي ربيع بينافس بموسم افلام عيد الفطر، علي قاسم واسماء جلال بيتعاونوا من جديد.
حبت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أن تكرم نجوم الغناء بالزمن الجميل ونستعيد ذكرياتنا مع أغنيتهم الخالدة من خلال حفل ضخم تحت عنوان ليلة من الماضي الجميل، جمعت فيه نجوم الخليج عبدالله الرويشد وراشد الفارس إلى جانب داليا مبارك وبعد. سافروا عبر الزمن ليستعيدوا كلمات وأنغام تربوا عليها من موسيقى زمن الجميل مع الفنانين عبدالله الرويشد، راشد الفارس ومطرف المطرف والفنانات وعد وداليا مبارك على مسرح محمد عبدو أرينا. أبدت الفنانة وعد عن فرحتها بغناء أغاني الفنانة الراحلة عتاب وأمتعت الحضور بباقة من أغانيها. والله زي ما تفضلت وقلت زمن الجميل اللي ما يتكرر، مع أني أنا فنانة في هذا الزمن، ولكن فعلا الزمن الجميل ما يتكرر، والدليل أنه إحنا ما زلنا نسمع أغانيهم، ما زلنا ننطرب لأعمالهم. أهم وبيني وبينك كانوا محظوظين، أعمال كلمات وألحان كانت حلوة مرة يعني حفل جميل وفي كل الحب يبين من الجمهور، من الفنانين زملائي الموجودين، من كل موظف في أنا تحس إنه كلنا مبسوطين قاعدين نقدم هدية لهذا الجيل الجميل العظيم. وهيدا رأيه عن أهمية إعادة غناء التراث. الحين هو شوف إحنا نفس الأغاني، حتى ترى الجيل الصغير يسمع، الجيل الصغير اللي أنا أقول عنهم الذويقة يسمع للأغاني، والدليل أنه أغاني محمد كلها سامعينها ويعرفوها وحافظينها، فكلهم يسمعوا، ولكن إحنا يمكن شوية التوزيع يتغير، الإيقاعات تتغير أعلى، التقنيات تتغير، فعشان كذا يمكن الحين هم حيحفظوا الأغاني ويسمعوها من جديد بطريقتنا. أطرب الفنان مطرف المطرف الحضور بغناء تراث الفنان عوض الدوخي وقدم أغنيات مثل صوت السهارة ويا حبيبي وغيرها. فني عريق وجميل خليجي، طبعا فن وإرث حقيقي، يعني فخورين فيه ونحب احنا ان نقدمه للجمهور والمستمع الحالي يعني بأفضل صورة ممكنة. طبعا بادرة طيبة جدا من هيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ. ليلة جميلة اختيرت بدقة توصف الإرث الفني العريق للخليج بشكل عام. أما داليا مبارك فكانت سعيدة بشكل خاص لتقديم التراث السعودي من جديد. كانت حفلة جميلة وتجربة جديدة علي، استمتعت فيها وإني أغني أغاني الراحلة رباب، هذا كان تحدي بالنسبة لي، أعمال مش سهلة أبدا تتغنى، خصوصا إحنا جينا اللي تعود على الأغاني السهلة اللي مدتها أقل من 3 دقائق حتى. كانت تجربة حلوة. يعني أنا بالنسبة لي كل الأعمال اللي أنا غنيتها كان بالنسبة لي أول مرة أسمعها، واستمتعت حتى بالموسيقى داخل الأغنية كيف كانت رائعة وكيف تتحول الموسيقى، هذه يعني حقيقي نفتقدها في الأغاني ليتلي. والهيئة أنه نجومنا رح يكونوا مشغولين بالفترة القادمة إن شاء الله، خلال الأيام قليلة إن شاء الله رح نطرح سينجل، وبعدها إن شاء الله رح يلي ميني ألبوم من 4 إلى 5 أغاني، وإن شاء الله في حفلة لمشاركة في دبي قريبا في شهر 6 إن شاء الله. محضرة أغنيتين وحايرة أنزل أي واحدة إن شاء الله في القريب العاجل، في خلال الأيام هذه الجاية أكيد حتكون حصريا في روتانا. إن شاء الله محضرة ألبوم من 8 أغاني إن شاء الله الجمهور حيسمعها في خلال هالشهور القادمة بإذن الله. وهيك كانت أولى ليالي جلسات الماضي.
بعد الشر هو واحد من الأفلام الكوميدية اللي بتنافس خلال موسم أفلام عيد الفطر، وبيشارك ببطولته علي ربيع إلى جانب رنا رئيس وميرنا نور الدين. كاميرا عربود كانت متواجدة بالعرض الخاص الأول للفيلم واحتفلت مع نجومه وصناعه بانطلاقه. المفروض اللي احنا طالعين بقى احنا بنعلق البنات ونسيبهم والحاجات ديت لحد ما بيحصل موقف وربيع بيتوب وانا لا. واضح ان السحر اتقلب على الساحر، وشخصياتهم في الفيلم اللي قال عليها أس كانت سبب في حدوث بعض المواقف بين زوجاتهم، وده اللي حصل مع محمد انور خلال لقائنا معاه. انا بصي مراتي مع اني لسه سايبها، والله والله لسه سايبها. طب ثانيه واحده نورانا، بسجل دلوقتي. ماشي؟ لا لا خلاص، عشان ما ينفعش تهربوا اسر بيتنا. يلا سلام سلام سلام. استني ده بترن، ده استني ده بجد. طب انا اسف والله. ايوه انا مش سامعك في ايه وليه، عشان انا بسجل والله قدام كاميرا دلوقتي وسامعيني. تخيلي بقى. يلا سلام سلام. مش مصدق. وعشان ادوارهم اللي استمرت معاهم في الواقع كان لازم نسالهم عن تحضيراتهم للفيلم. والله قعدنا سنه بنحضر فيه الحمد لله، وكل الفريق تعب جدا فيه، وان شاء الله الناس هتتبسط جدا. كل الكاست كله وكل الناس بصراحه دمها خفيف جدا، وناس يعني الكواليس كانت جميله جدا وبسطنا، واكيد ده ان شاء الله الناس هتلاحظه في الفيلم. بس اسمها مريم. طبعا التعاون ما بيني وما بين علي ده مش الاول، احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض، بس اول تجربه سينمائيه مع بعض، وحقيقة انا مبسوطه جدا بالتجربه دي، ويا رب ان شاء الله الفيلم يبقى خفيف على قلب الناس. كان من احلى الحاجات، كانوا لزاز قوي قوي قوي، ومبسوطه يعني بالتجربه دي، ويا رب تعجب الناس كده ونبقى خفاف على قلوبهم. انت صعب ان انت تضحك حد، فيا رب نبقى سهل كده ونكون سهلين على قلوب الناس. معلش يا باشا احنا هنلغي الحجز النهارده، احنا اسفين. ليه بس كده؟ خطيبتي حامل. طب استني، طب وحياه امك، مصدق والله مصدق موت مش هيعمل. تدور احداث الفيلم في اطار كوميدي، وهي النوعيه الطاغيه على افلام موسم عيد الفطر. فهل تخوف ابطاله من المنافسه؟ والله بقول لك مفيش منافسه كبيره، هم 3 او 4 افلام. بعد موسم رمضان ده لو انا في ايدي مثلا انا فاضي في العيد ممكن اخش الاربع افلام عادي، لان كلهم مش شبه بعض، فما تحسش ان بينهم منافسه قوي، يعني تحس ان هم بيكملوا بعض عادي. في العالم كله هي اصعب حاجه انك تضحك بني ادم. 7 افلام نازلين، يا رب النجاح والتوفيق لكل الافلام اللي هيستمر هو اللي عمل. لكن في الاول وفي الاخر الناس كلها تعبت، محدش بيبقى عايز يعمل حاجه وحشه. بتبسط المنافسه جدا، كل ما كان في افلام قويه جدا في الموسم، كل ما كان الفيلم بتاعك لما ينجح يبقى النجاح ليه معنى. ايوه دكاتره و60 دكاتره. ايه ده؟ مش ده سمكه مصيبه؟ حولتوا الحفله. وبعيدا عن الفيلم كان لازم نسالهم شو جديدهم خلال الفتره القادمه. ان شاء الله في العيد الكبير في مستر اكس مع احمد فهمي، ان شاء الله برضو يعجب الناس. اللي عندي جديد ان شاء الله فيلم اولاد حريم كريم، ونص التاني مسلسل علي ربيع، نص التاني ان شاء الله اجازه. عندي اجازه شويه. عندي اجازه. لا لا اتمنى ان شاء الله، لو اكيد جات لي حاجه كويسه لا هعملها باذن الله ان شاء الله. عندنا في العيد الكبير ان شاء الله باذن الله فيلمين، عندي فيلم مستر اكس مع اخراج احمد عبد الوهاب، وفيلم البعبع امير كرارة. الهرشة 7 هو واحد من الأعمال الدرامية اللي عرضت ضمن الجزء الأول من الموسم الرمضاني، وجذب له شريحة جماهيرية كتير كبيرة. لهيك حبينا نلتقي بأسماء جلال وعلي قاسم اللي قصتهم بالمسلسل كانت محل جدل للكتار. عدو المسؤولية. أيوة أنا أكيد فاهم كل ده. عادي. ما بين الاعجاب الانتقاد والجدل، هيك استقبل الجمهور قصة حب سلمى وشريف اللي جسدها أسماء جلال وعلي قاسم بمسلسل الهرشة 7. وبالرغم انه شخصيات جديدة عليهم، الا انه الثنائي ما كان متخوف ابدا من المشاركة بهالعمل، خاصة وانه عم بيعيدوا التجربة مع فريق عمل سبق وتعاونوا معهم اكثر من مرة. دخل مع كريم الشناوي، عارف مشروع بيبقى عامل ازاي،
ده رابع مشروع نشتغله مع بعض. احنا اتقابلنا في طايع وبعد كده عملنا قبيل وبعد كده زيزي وبعد كده الهرشة. افضل جو بعرف اشتغل فيه، اكتر حد بنفهم بعض في الشغل، ومن اكتر الناس اللي بثق فيهم. محظوظين ان احنا نشتغل تاني مع بعض كلنا بنفس الروح كده، مع اختلاف طبعا الادوار والحاجات، بس من اكتر الحاجات اللي بتطلع من كل واحد فينا حاجه مختلفه هو استاذ كريم الشناوي طبعا مع مريم نعوم وورشه سرد. انا بعرف لما بتعاطف مع الشخصيه في حاجه ان هي وصلت لي، يعني لما انا اقرا واحس انه اوكي البنت دي عندها حاجه في حياتها worth living for، بحس انه اوكي في حاجه كده مبنيه بيني وبينها. احساس اسماء بشخصيه سلمى كانت بسبب تشابهها بشخصيتها الحقيقيه. بحس ان سلمى شخص مسؤول عن نفسه قوي، وانه لو هي مقتنعه بحاجه والناس ضدها، هي لو هي مؤمنه بيها وشايفه متخيله، حتى لو مش متخيله ان الحاجه دي هي الصح، لو حتى هتاخد ريسك ان الحاجه تطلع غلط، اصلا هو مش مطلوب من الانسان ان هو يعمل كل حاجه صح، مطلوب ان هو يخطئ، بس يخطئ بقى بارادته ويتعلم هو درسه بذاته، مش انه محدش يعمل كذا عشان انا قلت كذا، لا انا عايزه اخد الخطوه نفسها. الحاجه الثانيه ان هي ممكن تكمبرومايز، ان هي ممكن مش عايزه اقول لفظ تتنازل، بس هي ممكن تيجي على نفسها في حاجه مش مهينه، بس انا ممكن اتنازل بكل وعي وادراك عن حاجه انا شايفه ان هي مش منطقيه، لانه زي ما بقولك مش عيب ان الانسان بعد كل السنين دي يكتشف انه الحاجه اللي هو مقتنع بيها اصلا عادي ممكن يغيرها طالما هي مش ثوابت. هو انت شغلك ده ملوش مواعيد خالص؟ لا مفيش مواعيد خالص. معرفش انت ازاي بتعملي نفس الحاجه كل يوم في نفس الميعاد. مين اللي قالك ان انا بعمل نفس الحاجه كل يوم؟ لا خالص. اما عن الكيمستري اللي جمعت علي باسماء بمشاهد المسلسل فهي السر بنجاح ادوارهم. ما كانش عندي شك ان انا واسماء هنعرف نشتغل مع بعض كويس قوي، وهيبقى في كيمياء كويسه قوي. احنا اشتغلنا مع بعض من 3 سنين في لعبه النسيان، ومن ساعتها نفسنا نرجع نشتغل مع بعض تاني. فلما جت لنا الفرصه مع كريم الشناوي انا كنت داخل ضامن ان هي هتبقى تجربه حلوه. انا وعلي طريقتنا شبه بعض في المذاكره، يعني قبل المشهد هو علي ليه كده مود معين، بيحط سماعات في ودانه وبيفضل مركز في نقطة، وأنا بتجاهل كل الأشياء اللي لو الاستوديو بيولع مش هبص، وبفضل قاعدة مكشرة. هو اللي بيقول لي، أنا أصلا ما كنتش واخدة بالي، مكشرة جدا ما بتكلمش. وأكيد يا أسماء كل التركيز اللي كنتوا فيها كانت بسبب المشاهد الصعبة اللي جمعتكن، واللي أكيد كانت تتطلب منكن جهد كبير. يعني مشهد الخناقة اللي في الحلقة التانية مشهد مش سهل، عشان فيه طالع ونازل كتير قوي قوي قوي، ودي كانت حلاوة المشهد. فالواحد بيبقى خايف هل المشهد هيروح فعلا في كل ده ولا لأ، يعني بيبقى صعب ان انت تحافظ عليه كده وانت بتعيده بقى 7-8-9 مرات من زوايا مختلفة بتيكس مختلفة. هقول ايه للناس؟ لا بلاش الناس عشان دي بتضايقك قوي. طب هقول ايه؟ هقول ايه لادم ونادين؟ هقول ايه فيفي؟ يا حبيبتي هو ادم ونادين شبهنا في ايه عشان يقرروا لنا شكل حياتنا؟ مش معقوله هو نادين دي موافقه على حاجه واحده في حياتك؟ لا. قضايا كتيره اثار المسلسل مثل المشاكل الزوجيه، الاهتمام بالصحه النفسيه، وقضيه بر الاباء باولادهم يلي ما انطرحت باعمال دراميه بشكل كبير من قبل، وهالشي يلي تداولوه رواد السوشيال ميديا طوال شهر رمضان المبارك. كان بالنسبه لي كفايه قوي ان ابا وامي يبقوا بيتفرجوا على المسلسل ده ويحسوا للحظه انه انا فعلا جيت عليه في حاجه، او انا مش عيب ان انا اروح اعتذر له بعد كل السنين دي. لان احيانا بيبقى الابن او البنت مش محتاجين غير كلمه انا اسف او حقك عليا. الاهالي بتختار له ولادها. هو مش بيختار له حبيبتي، بيفكر له في الاحسن. الاحسن ليه مش لابنه؟ بعد الفاصل مروان بابلو وويكس بصدارة راب سين. جورج خباز ضيف قبل الضوء.
بتري عندي معزة خاصة، لأني أول حفلة عملتها في حياتي كانت في دبي. كمان عودتك للجمهور يا شيرين من بعد غياب طويل كانت من دبي بحفل ضخم بكوكاكولا أرينا يلي أشعلت أجواءه ببيئة من أجمل أغنياتك أبرز الكذابين وغيرانا وحب جنة إلى جانب المترو أه يا ليل وغيرهم كتير. الحمد لله كانت حفلة حلوة وإن شاء الله رب تكون قد المسؤولية دايما. الحمد لله بقى في باور وبقى في صحة الحمد لله، فبقيت بقدر أقف على المسرح. وهالحفل كان فايرل على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، خاصة لحظة سقوطها على المسرح يلي أقلقت جمهور عليها، إلى أن واجهت الموضوع بعفويتها المعهودة. ظهوري فيه جدل، أنا صعبان عليا نفسي بس من الحركة دي من الواقعة وكل حاجة، بس سيبك من الإصابات، الإصابات احنا واخدين جسمنا خد نحس خلاص. الكل كان متوقع انه بنات شيرين يرفقوها على المسرح مثل ما صار قبل، الى انهم ما ظهروا الى جانبها، ولكن هيدا ما منعهم من انهم يدعموها كالعادة بالكواليس. ابدا مش عايزين. النهاردة انا عندي يا بنتي تعزف مريم عازفة ماهرة، ابدا ما رضيتش تطلع، ما بتحبش الشهره وهي صح. والهيئه انه شيرين عم بتعيش حاله كبيره من النشاط، فهي عم تتجهز لاكثر من مشروع قريبا. بوعدكم بانتاج البوم فوق الخيال، هيكون انتاجي والاغاني حلوه وجاهزه وكل حاجه، بس بنخلص شويه حاجات اداريه مع شركه روتانا، ودوكيومنتري كمان هيكون مع نتفليكس ان شاء الله. وهالحاله من النشاط والحماس خليها تتعاقد مع شركه روتانا على حفل كبير بالسعوديه. كلهم بحبكم ووحشتوني وجايه لكم، استنوني يوم 4. احلام ساعه العصاري، هيك وصف رواد السوشيال ميديا الديو الغنائي يلي جمع ويجز مع أنغام ومروان بابلو مع نانسي عجرم. ولكن قبل وصول ويجز وبابلو لهيدي اللحظة فواجهوا كتير من الصعاب، ونحن رصدنا رحلتهم من خلال هيدا التقرير. اشتغلت مع الهدوم، اشتغلت بكافور، أنا عذرة مين أنا يا حبيبي. كيف تحول شباب ظاهرة موسيقية جديدة ومرفوضة إلى أسماء بيتمنى أهم النجوم العمل معهم؟ أنا مش سياسي ولا طالع بناقش قضايا في قناة تلفزيونية، فاهم؟ أنا مش لابس جرافطة في بقي. مخك خانك تدس الهود لو تكون أنظومة بيننا بلاد، فكك عب حسستني إن ما بيننا. مين كان بيصدق إنه ويكس الشاب الإسكندراني اللي ظهر من حوالي 6 سنوات رح يوقف أمام أنغام بأهم حفل موسيقي بالرياض، ورح تشاركه أنغام بنفسها أغنيته الشهيرة البخت. ويكس منه الوحيد بهالمجال اللي سنحت له الفرصة بمشاركة كبار نجوم العرب الغناء، فشفنا نانسي عجرم مع مروان بابلو بديو غنائي أشعلوا فيه المسرح، حيث كان واضح التناغم الكبير بيناتهم. وبالأغلب نجوم هالمجال عندهم الكثير من قصص الصعود والتحدي، خاصة وأنهم بدأوا بهالنهج الغير مألوف. فويكز يلي عنده حوالي 10 مليون متابع على مختلف منصات السوشيال ميديا بدأ مشواره الصعب بأحدى المناطق الشعبية بالإسكندرية، وأيضا بوظيفة بأحدى شركات الاتصالات. عندي منطقة شعبية
بس منطقة متقسمة الموضوع إيجابي، يعني في ناس هنا عايز تعمل حاجة وفي ناس عايز تكاري. حتى نجح ليكون ضمن قائمة مجلة فوربس ميدل إيست لأنجح 50 مغني لعام 2021 بالعالم العربي، واختياره من قبل مجلة جي كيو رجل العام. ويضاف أيضاً لإنجازاته بفترة قليلة أنه أكثر من سمع أغاني على منصة سبوتيفاي لمدة 3 سنوات. كيفي كده كده كيفي هنا زميلي موقعي ده ما فيش جنبي، لو سلوكك فكة نلمه بالقراجة، خدت السكة الصعبة وحفظت أنا الكراسة. كما أنه أيضاً كان أحد المشاركين الرسميين بكأس العالم بقطر بأغنيته عز العرب. مش هتحصلني ما بخافش سايبها. ورجوعا لمروان بابلو، فمشواره ايضا ما كان ممهد بالورود كاغلب الرابرز. عايز بيه كلها بقت بتدوس كلها بتفوز مكالم مش بفلوس. عايز بيه، ولكن نجاحه الكبير وسط هالفئه خليه يشارك باعلانات لشركات كبرى، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، واعلن بابلو اعتزال الفن لفتره قليله وازال كل حساباته على السوشيال ميديا، ولكنه عاد مره جديده ليشهد عوده قويه استطاع بخلالها انه يصبح من رواد الراب بمصر والوطن العربي. المدينه على الروتيش معايا حل السيتويش هيترز جيت ذا ماني كده اكون خلصت. عودته هالمرة كانت مختلفة من خلال ألبوم كنترول ويلي حقق نجاح كبير وتصدرت أغاني منصة أنغامي بمجرد صدوره. جهلة مروان تخطت الوطن العربي وبيستعد لمجموعة من الحفلات بأوروبا، ويلي كان آخرها المشاركة بحفلة بألمانيا وباريس، ويلي تعتبر أكبر دليل بنجاح ستايل الغنائي وسط كل هالانتقادات. من قلب البترون اللي شهدت على ذكريات طفولة جورج خباز، التقينا فيه أثناء تصويره أحدى حلقات برنامج قبل الضوء مع ميشيل حوراني ويلي يعرض على شاشة الـLBC. وبهاللقاء العفوي حكينا مع جورج عن مشاركته بالموسم الرمضاني بمسلسل النار بالنار وعن التجارب القادمة اللي عم بحضر لها. ذكريات لا تنسى وشعور لا يوصف رسم على وجه جورج خباز بمجرد دخوله لمدرسته القديمة اللي استرجع فيها مراحل طفولته المختلفة. وكمان أولى تجاربه التمثيلية على خشبة مسرح هذه المدرسة. الإحساس المختلف اللي عاشه جورج هذا اليوم كان من ضمن كواليس برنامج قبل الضوء واللي بيقدمه الفنان ميشيل حوراني، واللي كلمنا عن بداية فكرته وأيضاً الهدف اللي بيسعى تحقيقه من هذا البرنامج. وإنه نعيش نستعيد هاللحظات إذا بدك من الطفولة ومن المراهقة بأماكنها، وهيدا الأساس بالبرنامج بقبل الضوء، إنه مش بس عم نحكي عن عن المكان، عم نروح عليه، عم نرجع نفوت على هيدي الأماكن، خصوصا إذا أماكن بعيدة زمنيا من طفولة وذاكرة الضيوف. بلش تخيط الفكرة لأنه أنا كضيف كفنان وتكون ضيف بحوار بحكي عن دير ميماس عن ضيعتي، بس ما بكون بضيعتي أنا وعم بحكي، بحكي عن طفولتي، ما بكون بالمكان، ما بنبش الذكريات. الفرصة سنحت لنا أيضاً مرافقة جورج خلال جولته بضيعة البترون، المكان اللي عايش فيه، ولكن لاحظنا انشغال جورج بالهاتف كثيراً واللي كان لازم نسأله عن هذا السبب. والله عم شوف أصداء المسلسل عامل ضجة كبيرة. فينا نشوف الكومنت كنت عم تقريه أو ال عم بيقولوا هلأ نحن هلأ صرنا بمسلسل علاقة عزيز مع مريم، يعني شخصية اللي عم بلعبها أنا وشخصية كاريس بشار صاروا بعلاقة بعد ما كانوا أعداء، صاروا
بقصة حب. فكلهم عم مبسوطين انه من الكاريزما بيناتنا ومن من الانسجام. والله انا اول مره بشتغل رمضان وانا مش جاي عبالي فكره المنافسه اصلا. انا كل جاي عبالي انه اعمل دور حلو، دور مميز، ان كان عم ينعرض بشهر رمضان الفضيل او برات شهر رمضان. خليني انا اعطيك تعليق مباشر، لك شغله. جورج كنت عم بقول له اليوم وجوده بهل تنسميه السباق الرمضان هيك بيسموه، كان كمان هو الممثل اللبناني اللي هي خير ممثل للممثلين اللبنانيين، بما انه كان في شح شوي بالحضور الممثلين اللبنانيين لسوء الحظ او لغير شيء. ميشيل اتكلم عن ضعف الظهور اللبناني في اغلب الاعمال في الوقت الحالي، واللي كان هناك اختلاف في وجهات النظر بينه وبين جورج عن سبب هذا الضعف. كلبناني بحب انه الممثل اللبناني ياخذ حقه حقيقه، لانه انظلم فتره طويله الممثل اللبناني وبعده عم ينظلم جورج. يعني بشكل او باخر هلا في البعض مظلوم في البعض ظالم حاله، صحيح، بس نحن عم نحكي النوعيه والكفاءات. نحن عندنا كفاءات وعندنا خبرات وقادرين نكون بافضل مواقع. في عندنا كثير ممثلين عندها الباك جراوند وعندها الموهبه، وعندنا كثير ممثلين عندها موهبه ولكن للاسف ما في اجتهاد. هذا اللي عم بحكي، هذا بقصده باللي ظالمين حالهم فيه. رح اعطي مثل بتواضع، رح احكي انه انا اشتغلت مسرح كوميدي، اشتغلت سينما والسينما راحت على جوائز عالميه، اشتغلت دراما، اشتغلت بالسينما تحت القصف يلي ما بيشبه غدي بشيء، غدي يلي ما بيشبه اصحاب ولا اعز بشيء، اصحاب ولا اعز اللي ما بيشبه كفرنحوم اللي مشارك بكتابته ولا شيء، مسرح اللي ما بيشبه الدراما اللي قدمتها هلا ولا شيء. فهذا التنوع هذا بيطول لك عمرك الفني. لهون بتكون انتهت فقراتنا من عرب وود ويلي كان فيها الليلة بعرب وود عودة نجوم الزمن الجميل بالسعودية. وبيني وبينك كانوا محظوظين، أعمال كلمات وألحان كانت حلوة مرة مرة. النجوم يتذكرون داليدا بالإيمي أوردز. رنا رئيس وميرنا نور الدين تتنافسان على علي ربيع في بعد الشر. كان من احلى الحاجات، كانوا لزاز قوي قوي قوي، وحقيقه انا مبسوطه جدا بالتجربه دي، ويا رب ان شاء الله الفيلم يبقى خفيف على قلب الناس. هيك كانت كواليس اسماء جلال وعلي قاسم في الهرشه السبعه. انا وعلي طريقتنا شبه بعض في المذاكره، يعني قبل المشهد هو علي ليه كده مود معين بيحط سماعات في ودانه. رمضان 2023 يفتح الابواب للمواهب الشابه. ما كانش في داعمين قوي ليا لان هم ما كانوش لسه حد شافني او حد فهم انا ليه عايز امثل. ويكز من الغناء بشوارع الإسكندرية إلى أهم المسارح. حمادة هلال يتخلص من الشيخ صابر على طريقته الخاصة. أنا أكتر واحد بيكره حاجة اسمها أجازة، أنا بحبش الأجازات، أنا بحب أفضل طول الوقت شغال. جورج خباز يدعونا إلى جولة بالبترون. فهذا التنوع هذا بيطول لك عمرك الفن. شكراً على حسن متابعتكم، وموعدنا معكم رح يتجدد الخميس القادم. كونوا كتار وباي باي.